بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في ريفيو جديد. يلا بينا نتعرف عليه ونشوف هنعمل ايه مع بعض مع الزهرة الجميلة دي، وهي زهرة الخطمية. يلا بينا. دي زهرة نبات الخطمية، ألوانها جميلة جدا، متدرجة من الأبيض إلى الروز إلى النبيت الغامق. الزهرة جالسة على الفرع، لها عنق قصير جدا، بتعقد وتتحول إلى ثمار. شايفين كم حبوب اللقاح اللي في الأزهار؟ كتير جدا. بتعقد الزهرة تتحول إلى ثمرة زي ما شايفين كده على الفرع، والزهرة بتاعتي بتفتحها على الفرع، بيبقى من أسفل إلى أعلى، وتتكون الثمار اللي احنا شايفينها دي كروية الشكل. دي ثمرة نبات الخطمية. طبعا أنا باخد الثمار عشان أخد منها البذور بعد ما توصل لمرحلة النضج. الثمار اللي احنا شايفينها لونها أخضر، ما أقدرش أخدها غير بعد ما تنضج تماما، تتحول إلى اللون الأصفر. درجة ثانية من لون الأزهار، قلب الزهرة نبيتي غامق، والحواف لونها روز فاتح. اللي احنا شايفينه ده هي الثمار بعد ما عقدت الأزهار وتحولت إلى ثمار. ثمار لونها أخضر غضة، مبدأتش تنضج عشان أخد منها البذور. تعالوا نشوف الثمار الغضة والثمار الجافة. دي ثمرة غضة، دي ثمرة تكونت فيها البذور، ابتدت تتفتح، ولو أنا سبتها على النبات هتفرط وتقع مني في الأرض. شايفينها مجرد ما أنا بمسكها بتتفك وتتطاير على الأرض، يبقى أنا المفروض مسيبهاش لغاية ما تتفتح كلها. أول ما يبتدي يتفتح مصراعين منها كده بالشكل ده ابتدي أجمعها، لو ما جمعتهاش هتفرط وتقع على الأرض، وده يعتبر فاقد محصول بذري أو ثمري. شايفين البذور الطاير ده اهي، والورقة اهي. كل لون فيها بصراحة تحفة. ده اللون النبيتي من أزهار الخطمية. شايفين الدرجات؟ رائعة جدا. ده جعل خشب بيعشق ثمار. زي النحل بالظبط.
هنشوف مع بعض دلوقتي ارتفاع نبات خضنية اللي بيوصل تقريبا لثلاثة متر ومليء بعدد كبير جدا من الثمار المتوزع على الساق. افرع ضخمة جدا لدرجة ان انا هنا مسمياها الخضنية العملاقة. طبعا ده ناتج من التغذية. البذور هنا اهي فرضت على النبات في باقي الأفكار. أتمنى ريف النهاردة يعجبكم وتهتموا بنبات الخضنية وتزرعوه، لأن النباتات الجميلة جدا متعددة الألوان. مع أطيب تحياتي ليكم دكتورة رؤي.